طبعا تم اللغاء اليوم وهو اللغاء لوضع اللمسات الأخيرة لمهام اللجان المكلفة بالنزول الميداني للإشراف على صرف المرتبات في كل الوحدات العسكرية والأمنية في الإطار الجغرافي أو النطاق الجغرافي الخاص بالمنطقة الرابعة. والحمد لله رب العالمين تم استيفاء كل الإجراءات وكل الوثائق وتمت المطابقة النهائية لمعظم الوحدات العسكرية مع دائرة الشؤون المالية بوزارة الدفاع وكذلك دائرة الشؤون المالية بوزارة الداخلية. تبقت النزول الأخير، تم وضع جدول كاملا للوحدات الجاهزة، سيتحركون من صباح يوم غدا إلى وحداتهم للصرف. تباعا كل وحدة يتم تجهيزها في دائرة الشؤون المالية والإدارية بالمباينة النهائية بين قيادة الوحدة مع دائرة الشؤون الإدارية والمالية بأن هذه الوحدة بياناتها مكتملة وسليمة، ستتم النزول لجهة للصرف مباشرة. يعني هذا الأسبوع سيتم العمل في كل المناطق بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أولا في البداية ننقل تحياتنا وتهانينا وتبريكاتنا إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، ومن أعماق قلوبنا باسم مقاتلي المنطقة الرابعة نشكره، وأيضا على وصوله إلى محافظة عدن لأيضا شخصيا قيادة يعني القيادة المباشرة الذي أيضا ستبدأ يعني من اليوم. هذا ندشن، ليس ندشن قضية الراتب فقط، إنما ندشن مسألة إعادة بناء قوات مسلحة وطنية، قوات مسلحة جاهزة أيضا لتأدية مهامها في الدفاع عن الوطن. وأيضا فيما يخص للراتب، وفقا لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة، شكلت لجنة إشرافية للمنطقة الرابعة برئاسة الأخ معالي وزير الزراعة رئيس اللجنة، وعضوية الأخ اللواء الركن صالح الزنداني، والذي نشكرهم أيضا على الجهود الذي بذلوها، الجهود الجبارة في سبيل الإعداد والتحضير لأيضا يعني للتجهيز وإعداد الخطة التنظيمية وإعداد اللجان الذي أيضا اللجان الميدانية الذي أيضا ستتولى مسألة الصرف في المنطقة الرابعة. واليوم الأخ معالي وزير الزراعة دشن هذه المسألة، وإن شاء الله اليوم اللجان يعني الساعة الخامسة ستستلم مهامها، مهام عملها من معالي الأخ الوزير، وإن شاء الله سيبدأ تدشين العمل في الميدان لصرف الرواتب من يوم غدا إن شاء الله. وبالنسبة لتعز، هي يعني مثل المحاور في يعني هي أحد محاور المنطقة العسكرية الرابعة، سيتم الصرف فيها أسوة بما سيصرف في المحاور الأخرى في المنطقة الرابعة.